أدبهم في هذا المجتمع وكلمة لسيادة المستشار محمد صالح عدان يحب يقول لنا إيه للإعلاميين في وجود النهار. طبعا برحب الإخوة الإعلاميين بقولهم أنا محتاج لكم وكلاني محتاج لكم محتاج لكم قوي إن شاء الله في احتفالية كبيرة لمرور 50 سنة على تأسيس نادي اللغة العربية. إن شاء الله هنعملها في مصلحة الجمهورية إن شاء الله إما في شهر 8 أو في أوائل 9. فأنا أتمنى كل الإخوة يكونوا مشاركين كله. وموضوع تاني طبعا اللي شارك كله على موضوع النادي بطمنكم إن النادي الحمد لله واقف على رجله وفي لجنة مشكلة كانوا نقضي العضويات أو نعمل سجلات جديدة وبمساعدة الأستاذ ربيع الزيني والأستاذ خالد عبد اللطيف والأستاذ خالد عمر. وأتمنى الكل يجي يشارك وأنا أجيب بالمناسبة دي بتأسيس نادي اللغة العامة من 50 سنة إن شاء الله. أنا بدعو برضه الإخوة الأفغانيين اللي هما مننا فادعيهم إن هو يكون ليهم فقرة في مشاركة في الاحتفالية. والاحتفالية دي إن شاء الله هيكون فيها بعض الوزراء وإن شاء الله في رجال من الدولة هيحضروا. فأتمنى كل يجي ويا ريت كل يشارك مش عايز حد يزعل مش عايز حد يقول ما يشاركش. وطبعا الاستاذ ياسر مش هيشارك انا طبعا اول واحد طبعا هيشارك. طبيعي اي حاجه موجوده من سياده الاستشار كان عامل احتفاليه. انا بقطع فيديو كان عامل احتفاليه اكتوبر طبعا طبعا ويشرفنا طبعا ده الاخوه كلهم طبعا لازم يشاركوا. وانا بدعو الاستاذه جليله برضه ان هي تشارك وبدعو الاسره مروان الاسره النسائيه واللجنه النسائيه تشارك ويا ريت الكل يشارك. وكل سنه وانتم طيبين ومالك خدوم من عيد الاضحى المبارك. انا طولت عليكم الخير. شكرا جدا يا سياده الاستشار وخد فرصه بقى لك ايه يدي كلمه بس للاعلاميين ويشكرهم على مجهوداتهم. بس طبعا بنشكرهم بنتمنى لهم طبعا التوفيق باذن الله تعالى. نادي النوبي العام صرح كبير نادي النوبي العام ونادي لابناء النوبه جميعا وليس لمجلس ادارته ولا رئيسه فقط هو لكل ابناء النوبه في كل مكان. كل التوفيق باذن الله تعالى لنادي النوبي ان شاء الله.